سيدنا محمد عبده الذي اصطفى رضي الله عن آله وأصحابه أئمة الهدى وعمن تبعهم وسار على نهجهم إلى يوم الدين وعلينا معهم فارض عنا يا رب العرش العظيم. تكلمنا البارحة عن قضية العقيدة والإيمان وثباتها في الجنان وكيف أن أي واحد من الناس قد تعرض له بعض الشبهات وبعض المنقصات وبعض الأشياء التي قد تتلجلج في صدره فتحرفه عما ينبغي له الثبات عليه من هذا الدين الحنيف ومن هذا الأمر الذي هداه الله تعالى إليه. فكيف يكون حال الإنسان المؤمن الذي يريد أن يثبته الله تعالى على الحق وإن عرضت له شبهات فلا ينجر إليها ولا يمضي معها حتى لا يزيغ ولا يهلك؟ وقلنا أن من أعظم هذه الأسباب التي تثبت قلب الإنسان وتصرفه عن الزيغ والضلال وعن الولوغ في الشبهات أن يلجأ إلى الله سبحانه وتعالى كما أشرنا البارحة بالاستعاذة والاحتماء بجنابه العظيم ليصرف عنه هذا. والطريق الثانية التي أشرنا إليها البارحة أن يكون الإنسان ذا عقل وتفكر وتبين لأوامر دينه ويعرض ما يؤمن به غير المسلمين من عقائد على نفسه ليجد الفارق. حينما يحكم عقله يجد فارقا كبيرا كما أشرنا إلى أمثلة عديدة بين دينه الكريم الواضح الذي يقبله العقل وبين تلك الأديان التي لا يقبلها عقل ولا منطق سليم قط. الطريق الثالثة لكي تزيح عن نفسك هذه الشبهات التي تعرض لك. هذه الشبهات كثيرة جدا يا أيها الإنسان، ولعل كثيرا منا قد عرضت له أمثالها، إن في أول حياته وإن في آخر حياته وإن في مرحلة معينة يأتي الإنسان خواطر أو يأتي الإنسان خواطر فتقول من خلق الله عز وجل؟ يأتي للإنسان خواطر ما الحكمة في خلق المخلوق الفلاني؟ يأتي للإنسان خواطر هل الأنبياء هؤلاء الذين نعرفهم أم هناك أنبياء لا نعرفهم؟ وهؤلاء ماذا كانوا؟ ماذا فعلوا؟ وهل دعوة الأنبياء كانت حقا وإن لم تكن حقا؟ هذه الخواطر والنزغات الشيطانية أضرب هذه الأمثلة عليها نتبين ما هذه الوساوس التي قد تعرض للإنسان. الوسيلة الأولى لصرفها عنك التثبت والاحتماء بجناب الله عز وجل بالاستعاذة به. الثانية إحكام عقلك والتفكير المنطقي الصحيح. الوسيلة الثالثة اليوم نتكلم عنها أن تبتعد عن كل إنسان من أصحاب الأهواء والنزغات الشيطانية ولا تمكنه من قلبك حتى يلغ فيه. فإن الإنسان متأثر بمن حوله شاء أبا، فإذا صحب من كان في قلبه مرض لابد أن يتأثر فينتقل المرض إليه بالعدوى. أناس كثيرون متعلمون وغير متعلمين، كبار في السن وصغار في السن، قد يدخل عليهم الشيطان فيزيغ قلوبهم والعياذ بالله، ويكونون في الأصل متدينين ملتزمين ثابتين على دينهم ثم يزيغون، ويكون الواحد منا مصاحبا لأمثال هؤلاء، فلا يزال الواحد منهم يلجلج بالكلام ويكثر من الأحاديث التي ينقلها إلى صاحبه الذي لا يزال ثابتا على دينه لا تؤثر فيه تلك الكلمات التي تريد إزاغته عن الحق إلى أن يصل إلى درجة يضعف. ماذا تقول؟ أقول من قال أن دعوة الأنبياء حق؟ هكذا؟ نعم أنبياء ليسوا أنبياء. من قال؟ من أرسلهم؟ أصلا هذا الدين كله من أوجده؟ ألا ترى بعض الناس لا يؤمنون بدين قط؟ وهذه شبهات ليست بجديدة، حكاها أو حكى أكثرها كلام الله في القرآن.
جاء ذلك الرجل في يوم من الأيام إلى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وبيده عظم رميم، يعني عظم قديم جدا بال، ففتته بيده فتفتت. قال: من يحيي العظام وهي رميم؟ الساعة تقولون أن تدين وإيمان وبعث بعد الموت، ما هذه الأشياء التي تقولونها؟ كلها خرافات. وقد مر على كثير من بلاد المسلمين قبل 40 أو 50 سنة بتأثير الإلحاد العالمي الذي كان موجودا أكثر من هذا الوقت بكثير، وقد صرف الله معظم ضرره من فضله وكرمه عن الناس. يدخل كثير من الناس بهذه الأساليب ويقولون: الطبيعة، ستقولون الله أوجد الموجودات، الطبيعة أوجدت نفسها بنفسها، هذا تطور تلقائي، وظهرت نظريات عجيبة غريبة واقتنع بها أناس من المسلمين. أعود فأقول: السبب تأثير من حولهم ممن رسخت هذه العقائد الضالة والأفكار المنحرفة في قلوبهم، حتى جاءوا يوما ما بنظرية فقالوا إنها نظرية التطور والارتقاء. ما هذه نظرية؟ نظرية داروين، الشيء الإنسان أصله أرض، وانظر إلى تطور الإنسان، كان قردا ويجعلون لنا صورا، وكان يدرس في المدارس مثل هذا الكلام يا جماعة، قبل 30 أو 40 سنة كان موجودا في المدارس، ثم ثبت أن هذا الكلام كله من أسخف ما يكون، وعجبا لمن يقتنع بمثل هذا. سبحان الله، لماذا إذن ما دام كان الإنسان قردا، لماذا بقي القرود قرودا وبقينا نحن بشرا؟ لازم هؤلاء القرود كانوا يصيروا إخوتنا، يعني أعوذ بالله، ولكن هم إخوان هؤلاء الذين خرجوا من عقولهم وضيعوا فطرتهم لأنهم انحرفوا. الله تعالى قال لنا في كتابه: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. لا تمكن زائغ القلب من نفسك فيضلك عن سبيل الله. جاء رجل يوما إلى ابن سيرين رحمه الله تعالى، وسيرين هذا من التابعين، وله 7 أولاد كلهم علماء، أشهرهم محمد بن سيرين، وكلهم فضلاء وصلحاء، وأولاده أيضا من التابعين. محمد بن سيرين هذا ولده الشهير رحمه الله هو الذي تنسب إليه تفسير المنامات، يقولون تفسير ابن سيرين، وهذا التفسير كذب في معظمه كذب، لا أصل له، رغم أن هذا الإنسان عالم، لكن نسبوا إليه زورا وبهتانا هذا التفسير. المهم، جاء رجل إلى ابن سيرين وكان ممن أزاغ الله تعالى قلبه، وممن دخل في الأهواء والآراء التي تنحرف عن أصل دين الله، فقال: إني أريد أن أناظرك، تعقد مناظرة، أنت عالم، يلا نجلس ونعقد مناظرة لنرى من قوله الحق. قال: فوضع ابن سيرين أصبعيه في أذني، فجعل ذاك الرجل يقول له: إني أريد أن أناظرك. فقال له: لا أسمع. يا ابن سيرين، قال: لا أسمع. يا ابن سيرين أناظرك، قال: لا أسمع. وكان بجانبه ولده، فقال: أي ولدي، أسدد أذنيك. والرجل يتكلم معه وهو يلتفت إلى ولده: أسدد أذنيك. حتى ضاق الرجل ذرعا فقام وانصرف. فلما فرغ جاءوا إليه وقالوا مثل ما قد يقول أي واحد منا قد يخطر في باله: إيه أنت عالم، أفحمه بالحجة. فأجاب ذاك الجواب الرائق، قال: لا تمكن زائغ القلب من نفسك، فلربما وقع من كلامه كلمة في قلبك فأنا تستطيع إخراجها بعد ذلك فتهلك. وقعت شبهة من الشبهات في نفس إنسان منا، أينا جميعا، ولم يقوه الله تعالى على إخراجها، ما الذي سيحيق به؟ سيمضي إلى الهاوية، ثم يخرج من دين الله إلى الكفر والعياذ بالله. أكلنا عنده تلك القوة، وكلنا عنده ذاك الأسلوب، وكلنا عنده تلك الفطرة، وكلنا عنده ذاك التوجه إلى الله تعالى، حتى ينزع من قلبه فكرة ضالة مضلة دخلت إلى قلبه واحتلت مكانا فيه ولم يعد يستطيع إخراجها؟
أليس هذا حال كثير من الناس ممن رأيناهم على دين وتقوى ثم انحرفوا عن طاعة الله؟ وذكروهم فلم يتذكروا، ونصحوهم فلم ينصحوا بعد ذلك. تمكن حلاوة الهوى من القلب كما قال القائلون قديما هو الداء العضال، هو المرض الذي لا شفاء منه. لذلك يا أيها الأخ الكريم، كثيرا في كثير من الأحيان لا تجلس وتستمع إلى كل ما ينقل في الدنيا. كثير من الإخوة يجلس أمام الشاشات ينقل من هنا إلى هنا إلى هنا إلى هنا. هل عندك أنت قابلية ومقدرة عقلية وعلمية أن ترد شبهة خرجت في أي قناة من القنوات؟ قال لا. طيب هل تقتنع بغير هؤلاء أم هذا الذي يظهر بمظهر العالم الجليل؟ قد تقتنع بكلامه. قال قد اقتنع. طيب أنت تعرف من هؤلاء؟ قال لا. كيف تمكنهم من قلبك ومن نفسك ومن عقلك؟ ثم تنقل نفسك من حال إلى حال. بعض الناس قال لي يوما: أليس دين الله غلابا؟ نعم، ولكن ليس لكل الناس. مو لأنه ليس الدين الحق، ولكن ليس كل الناس على سوية واحدة. قد أكون أنا ضعيفا وقد تكون أنت ضعيفا، فلا نستطيع أن نواجه تلك الفكرة السامة الخبيثة التي تشوش إيماننا وتضيع عقيدتنا وتزيغ قلوبنا، فأنا إذا دخلت إلى أنفسنا أن نخرجها بعد ذلك. هذه وسيلة هامة يا أيها الأخ الكريم. وأما الوسيلة الرابعة فهي العودة إلى فطرة الله تعالى التي فطرك عليها. أخرج الإمام البخاري وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل مولود يولد على الفطرة. هذه الفطرة التي قال الله عنها أيضا: فطرة الله التي فطر الناس عليها. هذه التي يستشعرها الإنسان أيا كان في أي مكان، حينما يخاف، حينما يفزع، حينما يضعف. قال إيش هذه؟ هذه الفكرة أنه يستشعر أنه ضعيف ويلجأ إلى من يلجأ إليه لأنه أقوى منه. وبعض الناس ممن ضلوا وزاغوا وكفروا بدين الله يلجأون إلى آلهتهم ويظنونها أنها تنفع أو تضر. هذه الفطرة السليمة هي استشعار وجود الله عز وجل. قال القائل قديما بعد أن هداه الله، وهو الشاعر أبو نواس، ذاك الشاعر الذي كان مسرفا على نفسه وله أشعار مشهورة في الخمريات والضلالات والفجور، كان في العصر العباسي، ثم إن الله كتب له السلامة والهداية. قال أبياتا لطيفة لعل الله تعالى يتجاوز عنه بسببها وبسبب أمثالها، لأنه ختم حياته بالتوبة وبأن يقول أشعارا طيبة. قال: فيا عجبا كيف يعصى الإله، أم كيف يجحده الجاحد، وفي كل شيء له آية تدل على أنه الواحد. هذه الفطرة، امشي انظر في السماء بالله، انظر هكذا في السماء، الله أكبر، من رفع هذه السماوات بغير عمد ترونها؟ أوقفها، لو أن إنسانا صنع بيتا كبيرا ضخما لم يضع له أعمدة لهوى على رأسه بعد مدة إن لم يهو مباشرة، فكيف بسماء مرفوعة بلا عمد؟ كيف بهذه الأرض التي تدور وتدور منذ ملايين أو أكثر من السنوات؟ ذاك الملحد الذي يقول تلك الطبيعة، من أوجد هذه الطبيعة؟ من طبعها؟ لماذا لم تصطدم الأرض منذ أن وجدت إلى الآن بالمجرات، بباقي الكواكب؟ كم نسمع بين الحين والحين أن بعض الكواكب في المجرات كذا اصطدمت ببعضها، كذا تنقل وسائل الإعلام أحيانا، لماذا لم تصطدم الأرض التي نعيش عليها نحن؟ لو اصطدمت لهلكنا جميعا. لماذا؟ كيف تدور بهذا المحور المحدد الذي لا تبتعد عنه ولا تقترب منه، بينها وبين الشمس مسافة محددة؟ قال العلماء من أهل الفلك لو أنها اقتربت مسافة قريبة جدا مئات الأمتار فقط من الشمس لاحترق الناس على ظهرها وما استطاعوا العيش، ولو أنها ابتعدت
أيضا بضع مئات من الأمتار قليلة عن هذا المكان الذي تدور عليه في محورها لتجمد الناس من البرد. من الذي جعلها تدور في هذا المحور فلا تتأخر ولا تتقدم؟ ثم تلك الآية التي ليس بعدها دليل يرشد نفسك ويدلك على الحق ويزيح عنك وساوس الشيطان. قال الله تعالى أربع كلمات: وفي أنفسكم أفلا تبصرون. الله أكبر. وفي أنفسكم، فكر حتى لا تزيغ. هذه النفس، هذه النفس البشرية، هذه الأمعاء، هذه المعدة التي خلقها الله تعالى، التي تهضم من الطعام ما لو جمعوا معملا في يوم من الأيام، قرأت قديما، معملا بقدر نصف مدينة يحتاج من الضخامة من الآلات حتى يستخرج وينقي وينظف الطعام، ثم يمضي به إلى أن يهضم، ثم يحوله إلى دم، ثم الزائد منه يحوله إلى فضلات، ثم يغذي بنوع من الدم لطيف لا يمكن أن يكون في الرجل، يكون في العين. لماذا يمضي هذا إلى العين بالشعيرات الدقيقة ولا يمضي فيكون في الرجل؟ لأن هذا الدم أخف من كثافة الدم الذي يكون في الرجلين مثلا. من الذي ساق ذلك إليك؟ من الذي ساقه إليك؟ الآن يقولون إذا احتاجوا إلى اكتشاف جريمة أو كذا هات بصمتك، ويقولون ليس لإنسان على وجه الأرض بصمة تشابه إنسانا آخر، لا أباه ولا أخاه ولا ابنه ولا زوجه ولا أي إنسان. من الذي جعل هذه البصمة فيك أنت بالذات؟ أنت فلان ابن فلان تختلف عن أخيك، عن أبيك، عن أمك، عن زوجك، عن ولدك. الآن يقولون بصمة العين أيضا، يقفون في الآلات الأحدث والأكثر تطورا، هذه بصمة العين. من الذي جعلها فيها خاصية لا توجد في أي مخلوق آخر قبلك أو بعدك أو معك أو قريب أو بعيد، حتى يجدونك فيعرفونك أنت بالذات من هذه البصمة التي في عينك؟ ثم امضي فتفكر في كل جزء من أجزاء جسمك الذي خلقه الله. ما هذه الذاكرة؟ إيش هذه الذاكرة؟ تذكر شيء من 40، من 50، من 60 سنة، من أين هذا؟ أتذكر تفصيلات دقيقة، جزئيات، أحوال. ما هذا الخيال الذي عندك؟ تتخيل أشياء كثيرة وتأمل. ما هذه الرغبة؟ ما هذه الأحاسيس؟ ما هذه المشاعر؟ الله أكبر. وفي أنفسكم أفلا تبصرون؟ حينما يزيغ الإنسان أو يستشعر بأنه سيضل وأن بعض الأفكار الضالة المضلة الهدامة تتسرب إلى قلبه رويدا رويدا، فليرجع إلى هذا الطريق، إلى طريق الفطرة السليمة، فطرة الله التي فطر الناس عليها. تحكى قصة الله أعلم بإسنادها ولكن فيها عبرة. أحد كبار علماء الإسلام ممن اشتغل بعلم العقيدة والرد على الضالين والملاحدة والزنادقة والذين يريدون تشويه صورة هذا الدين الحنيف، وهو الإمام الفخر الرازي يرحمه الله، المتوفى سنة 660 للهجرة، يعني قبل أكثر من 800 سنة، وله تفسير ضخم اسمه تفسير مفاتيح الغيب. في هذا التفسير رد على الملاحدة في عصره وعلى الزنادقة وعلى أصحاب الشهوات والشبهات وكذا وكذا. ومرت الأيام عليه واقترب من الموت، حان أجله. قالوا فلما كان على فراش الموت جعل الشيطان يأتي إليه فيوسوس له: ذاك الدليل الذي جئت به على ثبوت دينك ينقضه كذا في العقل، ينقضه كذا في العقل. وجعل يوسوس له ويوسوس له ويوسوس له ليصرفه وهو على فراش الموت عن الوصول إلى الثبات على الإيمان والموت على لا إله إلا الله. فلما استشعر نفسه في خطر قال، رفع يديه إلى السماء وقال: اللهم إيمانا كإيمان العجائز كما فطرت الناس عليها، كإيمان الختارة اللي بيقولوا فيه الله،
من أين تعرف؟ بطلع هذه بشوف رب العالمين، بطلع السماء بشوف رب العالمين، طلع الأرض التي كونها بشوف رب العالمين. كفى بذلك دليلا على وجود الله، كفى بذلك دليلا على أنك عبد لله، كفى بذلك دليلا على أن كل الأفكار التي قد تشوش دينك ضالة مارقة زائغة بعيدة عن الحق. قال اللهم إيمانا كإيمان العجائز، فطرة الله التي فطر الناس عليها، لا أريد أدلة عقلية ولا منطقية، أريد أن أرجع إلى توحيد خالص ينبع من قلبي. كما قلنا حينما أرى هذه المكونات لابد أن أستدل على المكون سبحانه وتعالى. أسأل الله لي ولكم أن يثبتنا على دينه إنه ثبت.